الرسالة اللي وصلتنا واضحة جدا، أنه هذه المجموعات المنفلتة أو غير منضبطة لا تأتمر بأوامر الحكومة الاتحادية، وهي تعتقد بأن قرار الحرب والسلم بيدها، وهذا التهديد نعم اللي صار على أمن الإقليم وعلى أمن مطار أربيل ما راح يمر بسهولة كما تتوقع كثير من المصادر. عندنا قدرات لردع هذه المجموعات الهامشية أقدر أقول، ولكن أيضا نحن في حوار مستمر مع الحكومة الاتحادية، مع هيئة الحشد الشعبي، مع سيد رئيس الوزراء، لوضع حد لهذه المجموعات لمنع تكرار مثل هذه التهديدات.